بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريسوسا نيستي اليسوسا نيستي. وهنئكم جميعا بعيد القيامه المجيد لهذا العام 2022. وهنئ كل الايبارشيات والكنائس القبطيه والاديره القبطيه في مشارق الارض ومغاربها. وهنئ كل الاباء المطارنه والاباء الاساقفه والاباء الكهنه والأباء الرهبان. وهنئ كل الشمامسة وأعضاء مجالس الكنائس في كل مكان. وأيضا أهنئ كل الأسر القبطية التي تحتفل بعيد القيامة المجيد، كل أسرة، كل أب وكل أم. وهنئ الشباب والخدام والخادمات، وهنئ الكبار والصغار. وهنئكم جميعا بهذا العيد المفرح الذي نحتفل به سنويا. في حياة السيد المسيح محطات كثيرة. في أثناء خدمته الجهرية والتي امتدت إلى أكثر من 3 سنوات، كانت هناك محطات كبيرة من المعجزات ومن المقابلات ومن التعاليم ومن الأمثال. وتقابل فيها السيد المسيح مع تلاميذه ومع جموع، سواء فرادة أو في مجموعات، عبر هذه الخدمة. من هذه المحطات الكبيرة، المحطة التي جمع فيها تلاميذه وذهبوا إلى منطقة قيصرية فيلبس في شمال فلسطين، وهناك سألهم: من يقول الناس إني أنا؟ فأجابوا، وسألهم السؤال الثاني: وأنتم من تقولون؟ فكانت إجابة القديس بطرس الرسول: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وهذه العبارة كتبت في البشائر الأربعة ببعض الصياغات المختلفة، ولكنها كتبت في ضوء القيامة المجيدة. أنت هو المسيح ابن الله الحي. كانت هذه محطة هامة في حياة التلاميذ. وبعدها بدأ الحديث عن ما سيتم خلال الشهور والأسابيع القادمة في حياة الخدمة، حياة خدمة السيد المسيح، من أنه يسلم ويصلب ويدفن ثم يقوم. ثم جاءت محطة التجلي، وهي المحطة التي جمع فيها 3 من التلاميذ: بطرس ويعقوب ويوحنا. بطرس يمثل الإيمان، ويعقوب يمثل الجهاد، ويوحنا يمثل الحب أو المحبة الإلهية. وعلى جبل طابور تقابلوا مع السيد المسيح وحضور موسى النبي وإيليا النبي. وصار الحوار، كان أهم ما فيه أن هذا الحوار جيد يا رب أن نكون ها هنا. وهذا يعتبر قبس من الأبدية ونور من الأبدية. وده اللي جعل القديس بطرس الرسول يطلب أنه يصنع 3 مظال لكي ما تمتد إقامتهم في هذا المشهد المضيء والمفرح. بعد حادثة التجلي، زي ما بنقرأ في إنجيل معلمنا يوحنا أو في البشائر الأربعة بصفة عامة، ويمكن في إنجيل معلمنا مرقس الرسول ذكرها بطريقة مختصرة في مرقس 9:9، لما تحدث عن ابن الإنسان يسلم ويصلب ويموت ويقوم من الأموات. فبدأ التلاميذ يتساءلون: ما هي القيامة من الأموات؟ حدث القيامة أيها الأحباء ليس حدثا ماضيا في الزمن الماضي، وليس حدثا تاريخيا فقط. ليس احتفالنا بالقيامة المجيدة مجرد احتفال لحدث سم في الماضي وانتهى. القيامة انطلاقة حقيقية للوجود الإنساني، انطلاقة الإنسان بعد أن صارت الخطية تدهمه وتسقطه وتكون عاقبتها الموت. جاءت القيامة لكيما تنتصر، ونقول مع القديس بولس الرسول: أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هاوية؟ قيامة السيد المسيح تختلف تماما عن كل القيامات أو معجزات القيامة التي
أقام فيها أموات، ابن أرملة نايين أو ابنة ييروس أو إقامة لعازر حتى بعد 4 أيام من تواجده في القبر، القيامة تختلف تماما. ولكن هذه القيامة هي قيامة للوجود الإنساني، هي انطلاقة جديدة في حياة الإنسان، ويا بخت اللي يتمتع بهذه القيامة. أود أن أقف معكم عند المشاهد الأخيرة عند القيامة. المشهد الأول عند الصليب، وهو مشهد كله ألم، كله حزن، وكله عذابات كثيرة، وكلنا اجتزنا فترة أسبوع الآلام بكل ما فيها من قراءات ومن نغمات وألحان ومعرفة وحياة مع المخلص، وعشنا معه ساعة بساعة. كانت محطة الصليب محطة ألم، ولكن هذه المحطة لها نهاية، انتهت في القبر. صلب المسيح على الصليب على عهد بيلاطس البنطي كما نقول في قانون الإيمان، ثم وضع في قبر جديد لم يوضع فيه أحد من قبل، وصار القبر هو محطة قد تنتهي عندها كل الآمال، أو محطة ليس فيها رجاء، إنها محطة الموت. ورغم أن هذه المحطة لم تطل سوى 3 أيام، ولكن كانت هذه الأيام أيام خوف وأيام فزع وأيام رعب، وإحنا لما بنقرأ في البشائر الأربعة بنشعر بهذه المخاوف، حتى التلاميذ نفسهم كانوا في حالة خوف وهلع شديد، ولكن الله لم يتركهم لبلوعة اليأس، بل في اليوم الثالث وفي فجر يوم الأحد قام من بين الأموات، والذي ها هنا ليس هو ها هنا، لأنه قد قام، وقام السيد المسيح. وعندما نقرأ في إنجيل معلمنا يوحنا نقرأ في يوحنا 20:20: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. وكانت هذه الفرحة فرحة القيامة التي يسعد بها الإنسان ونفرح به. إحنا كل يوم بنقوم من النوم، القيام من النوم، وفي بداية كل تسبحة نقول قوموا يا بني النور، يا بني القيامة. وتصير القيامة فعل وحياة وحضور يومي في حياة الإنسان. وعندما نعيش في القيامة لا نعيش فيها فترة عيد القيامة فقط، ولكن من فرحة القيامة تمتد وتشع في كل كنيستنا وفي كل مناسباتنا وأعيادنا وأصوامنا وعبر السنة الكنسية كلها. في صلاة باكر في كل يوم هي تمثيل للقيامة، ونقول بنورك يا رب نعين النور. وفي كل يوم في كل أسبوع في يوم الأحد نحتفل بهذا اليوم الذي صنعه الرب، وفي كل شهر قبطي نحتفل يوم 29 منه بتذكارات البشارة والميلاد والقيامة. وفي كل سنة نحتفل بعيد القيامة ليس يوما واحدا، ولكن عبر 7 أسابيع تكتمل باليوم 50 فيما نسميه 50 المقدسة. ويصير احتفال القيامة ليس احتفال لساعة ولا ليوم ولا لشهر، ولكن عبر السنة جميعا، حتى في كل طقوسنا كمثل طقس المطانيات، السجدات إلى الأرض، عندما نسجد إلى الأرض ونقول يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، يسجد الإنسان ثم يقف ويقوم ويتذكر أن القيامة هي التي أعطته هذه النعمة أن يقوم من أخطائه ومن خطاياه. فرحة القيامة يجب أن نعيشها جميعا، ويجب أن نقدمها لكل أحد فينا، وكل واحد فينا لازم يكون سبب فرح للآخرين. ويمكن السؤال اللي ممكن نقدمه لحضراتكم جميعا، إن هل أنت بتفرح إنسان كل يوم؟ هل تستطيع من خلال حياتك ومن خلال معنى القيامة المجيد فيك ومن خلال علاقتك بمسيحك
ومن خلال حضورك في كنيستك، ومن خلال ممارسة الأسرار المقدسة، ومن خلال القراءة المقدسة في الإنجيل، هل تقوم وتفرح كل إنسان حولك؟ هل أنت سبب فرح؟ القيامة تدعوك أن تكون أيضا سبب فرح لكل أحد. لا تنسوا أيها الأحباء أننا نكرر كثيرا في الكنيسة كلمة هللويا. هللويا يعني هللوا لله، افرحوا. فكل ممارستنا الروحية هدفها أن نفرح، وهدفها أن نعيش القيامة. وكما قلت في بداية كلمتي أن السيد المسيح عندما قام من بين الأموات أراد أن يقدم لنا هذه الفرحة، بأن تكون هذه الفرحة في حياتنا في كل يوم، ونشهد بها ونعلمها ونمارسها ونفرح بيها. هذه القيامة المجيدة هي دعوة للفرح الدائم. كل الممارسات الروحية التي نقدمها هدفها الأخير هو أن نفرح لكما يتم فرحنا في الأبدية السعيدة. لا تنسى أننا في القيامة تقابلنا مع شخصيات كثيرة، شخصيات متعددة. أننا في القيامة نفرح بكل الشخصيات وبكل النماذج التي كانت أمامنا في أحداث القيامة المجيدة. أننا نفرح بيوحنا الحبيب، التلميذ الوحيد الذي بقي مع المسيح حتى الصليب وأتمنه على أمه، أمنا العذراء مريم. فكان هذا درس في الوفاء، دي صورة من صور القيامة. نفرح أيضا بمريم المجدلية التي كانت أول من تذهب إلى القبر وتعاين وتشاهد المسيح القائم وتدعوه ربوني يا معلم. وهذا درس في الوفاء أيضا. نشهد أيضا في القيامة توما الشكاك، وتوما الشكاك بعد القيامة بأسبوع ظهر السيد المسيح لتلاميذه، وظهر قبل كده طبعا مرات أخرى ولكن لتلاميذه في حضور توما. وكان توما أول تلميذ من تلاميذ المسيح الذي يضع أصبعه ويضع يده موضع الحربة وموضع المسامير ويصرخ ويقول ربي وإلهي. أرجو لكم أفراح القيامة في حياتكم دائما، في كل كنيسة وفي كل إبرشية مع كل الذين يخدمون. تهنئتي أرسلها لكم من أرض مصر الحبيبة، وأقدمها لكم باسم كل أعضاء المجمع المقدس وباسم كل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا في مصر، ونفرح جميعا بالقيامة المجيدة. خريسوس أنستي، أليسوس أنستي.